مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون: مطارات اليمن المدمرة، هبوط القدرة التشغيلية وارتفاع التكاليف. بعد 85 عاما إذاعة بي بي سي نيوز عربي توقف بثها. الغضب يضعف المناعة وقد يسبب الموت. يرفض الفنان الكبير محمد محسن عطروش مغادرة عدن ويتمسك بالبقاء في المدينة التي غنى لها كثيرا، لكنه وبينما كان يستعد لتقديم عدد من أغانيه الخميس الفائت أفشل الاحتفال بالكامل. فمن فعل ذلك؟ نطالع من المصدر أونلاين. محتجون تابعون للانتقالي يقتحمون حفلا فنيا ضمن مهرجان شتاء عدن ويوقفون فعالياته. وفقا للموقع، اقتحم العشرات من عناصر المجلس الانتقالي الصباح الخميس قاعة البتراء في فندق كورال أثناء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان شتاء عدن. وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن الحفل الذي كان من المقرر أن يؤدي فيه الفنان الكبير محمد عطروش عددا من أغانيه مع فنانين آخرين توقف باكرا عقب اقتحام العشرات من الأشخاص القاعة وإطلاقهم النار أو إطلاقهم هتافات رافضة لإقامة الحفل والمهرجان قبل أن تخرجهم قوة أمنية مكلفة بتأمين الحفل. وكانت ما تسمى بالهيئة الوطنية للإعلام التابعة للمجلس الانتقالي أعلنت رفضها إقامة المهرجان بناء على ما أقرته هيئة رئاسة المجلس، والتي قالت إن المهرجان سيصرف أموالا طائلة كان من المفترض تخصيصها لإطلاق أنشطة تنهض بالمؤسسات الإعلامية والثقافية. بندقية على الجدار ولا نية بإطلاق النار، تحت هذا العنوان كتب محمد العليمي مقاله المنشور في العربي الجديد. حتى الآن لم يعد مفهوماً لماذا تأتي تصريحات قادة الجيش الوطني في اليمن على غرار إن القوات على استعداد لتحرير المحافظات من ميليشيا الحوثي. فما الذي تنتظرونه إن كنتم قادرين على ذلك؟ قبل عامين حدثت مواجهات عسكرية بين الجيش والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف، حيث سيطر الحوثيون على معظم المناطق هناك وانسحب الجيش إلى مناطق شرقية في مأرب والصحراء. وقبل يومين بعد أن كنا ظننا أن تلك المعركة منسية، جاء تصريح لقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف ليقول إن الجيش أو بالأحرى قواته على وجه الخصوص في أتم الاستعداد لتحرير المحافظة من الحوثيين. مرة أخرى، ما الذي ينتظره قائد الجيش إن كانت لديه القدرة على تحرير الجوف؟ هذه التصريحات ليست منقطعة عن نظيراتها، هي تشبه تصريحات متعددة تكاد تكون متواترة ولفترات طويلة عن قدرة الجيش على تحرير الكثير من المحافظات من سطوة الحوثيين. لا يمكن فهم هذه التصريحات من جهة تفضيل خيار السلام بديلاً عن الحرب أو التوصل إلى تسوية سياسية كما يقال في المؤتمرات الصحفية والتصريحات التلفزيونية. نحن في اليمن ندرك أنه لا يمكن أن يكون هنالك سلام بوجود هذه التعقيدات، وما سيجعل الوضع قابلاً للعيش هو سيطرة طرف وانهزام طرف آخر، وكل سلام بوجود هذه التعقيدات هو تأجيل للحرب أكثر، أو على الأقل استمرار الوضع على ما هو عليه. إذن في النهاية يمكن القول لا معنى لهذه التصريحات. وسبق أن قال أنطوان تشيخوف إذا كانت هنالك بندقية معلقة على الحائط في الفصل الأول من رواية فلا بد من استخدامها في إطلاق النار في فصل تال، وإلا فلا حاجة لوجودها. نعم، يملك الجيش الوطني في اليمن البندقية وهي معلقة على الحائط، ولكنه على الأرجح لا ينوي إطلاق النار في فصل تال ولا حتى في أعوام قادمة. حتى ما قبل 2015 كان يوجد في اليمن قرابة 14 مطاراً، منها 6 مطارات دولية والباقي محلية، تعلق العربي الجديد.
مطارات اليمن المدمرة، هبوط القدرة التشغيلية وارتفاع التكاليف نتيجة لإغلاق المطارات الدولية أمام الرحلات التجارية واقتصار العمل منذ أغسطس 2016 على مطاري عدن وسيئون، فقد انخفضت القدرة التشغيلية للمطارات الدولية اليمنية بصورة كبيرة، حيث تراجعت الحركة من نحو 33,812 رحلة في 2014 إلى 9,383 رحلة في 2022، الأمر الذي أدى إلى تهاوي القدرة التشغيلية للمطارات اليمنية بحسب بيانات ملاحية رسمية. كما تراجع عدد المسافرين من قرابة 1,700,000 مسافر في 2014 إلى نحو 653,000 فقط في 2022. في المقابل ترجع الجهات المختصة في قطاع النقل الجوي سبب ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط اليمنية إلى رفع شركات التأمين رسومها على الشركة الناقل الوحيد في اليمن، بالنظر إلى كونها تعمل في بيئة عالية المخاطر. وبحسب مسؤول حكومي في الخطوط الجوية اليمنية فضل عدم ذكر اسمه تحدث للعربي الجديد، فإن طيران الخطوط اليمنية الحكومي أقدم في نهاية العام الماضي على تخفيض أسعار تذاكر السفر بنسبة تصل إلى 30% بالرغم من التبعات الكارثية. وتقدر الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها قطاع الطيران في اليمن حتى منتصف 2022 ب6.5 مليار دولار، منها 2,600,000,000 دولار خسائر مباشرة تمثلت في البنى التحتية من منشآت ومبان ومعدات ومعدات وتجهيزات ملاحية. كانت والدتي تقرأ لنا عندما كنا دون السادسة قصص مجلات العربي الصغير والمثقف الصغير وغيرهن. لاحقا ستصبح قائلة هذه الكلمات مؤلفة للكتب، منها موسيقى الساعة الثالثة وهي مجموعة قصصية. وعنون موقع ريشة خول الأسد وضع المرأة اليمنية يسير من سيء إلى أسوأ وهي السبب في ذلك. تقول خولة: ما زلت أذكر كم كنت أحب مشاهدة رسوم قصص معينة وأحب أن تقرأهن لوالدتي مرارا، وما إن التحقت بالمدرسة حتى تمكنت من قراءة المجلات بنفسي ومنذ عامي الأول بفضل والدي ووالدتي. هذه هي البداية كما روتها الكاتبة لمحرر المادة مالك القاهري، وقالت: إن المتاعب التي أواجهها بصفة كاتبة هي في الأساس منطلقة من كوني أنثى في مثل مجتمعنا الذكوري. تفيد: عشت ما يقارب 7 أعوام لا أخالط بشرا عدا إخوتي والكتب، ولا أتحدث سوى مع الأقلام والأوراق، وبالتالي أعاني بصفة فتاة كاتبة من سوء الفهم لنصوصي، خاصة العاطفية منها، ومن عدم قدرتي أو من عدم قدرة القراء على التفريق بين شخصيتي كفتاة يمنية عادية وبين كتاباتي، وهذا أسوأ ما واجهني، وأعترف بأنه سبب لي العديد من الأزمات النفسية. تضيف: النظرة القاصرة للمرأة سواء من الأهل أو المجتمع هي أبرز العقبات التي واجهتني. تحطيم المجتمع يحطم الهوية. تحت هذا العنوان كتب سمير الزبن مقاله المنشور في العربي الجديد. لا يحمل المجتمع الواحد هوية واحدة، فالهويات الجزئية هي المكون الرئيسي للجماعات الفرعية، فحتى عندما تحمل المجتمعات هوية جامعة فإنها تعاني من تناقضات وصراعات الهويات ذاتها عندما يتم النظر إليها بوصفها جماعات تحمل هويات فرعية. ويمكن إدارة الهويات المتصارعة سياسياً في إطار تصالحي تعددي، كأن يدار المجتمع بعملية ديمقراطية تحسم الصراعات. ما الذي يحصل عندما لا تجد الهويات الفرعية قواعد ديمقراطية تجعلها قادرة على التعبير عن ذاتها؟ وما الذي يحصل عندما تقمع السلطات الحاكمة هذه الهويات وتعمل على إلغائها بالأساليب القمعية؟ وكيف تستطيع الجماعات الهامشية الحفاظ على هويات فرعية وهي تتعرض للقمع الشديد من السلطات؟
يمكن القول احتياطاً إن صراعات الهوية تحاول أن تحجب الصراعات السياسية وتنقل المسميات إلى مجال آخر، بحيث يخرج الصراع الهوياتي من مجال الصراع السياسي ليعطي صفات أخرى تبعده عن إطاره الطبيعي لوصف الصراع يقع فعلياً في المجال السياسي. ولكن نقل هذا الصراع ومنحه إطاراً آخر يجعله يبدو أقل خطراً على السلطة التي تحاول الاحتفاظ لنفسها بكل مجال القوة، واحتكاره بشكل نهائي وإخراج الجماعات السياسية منه بالتركيز على هويتها الفرعية بوصفها هوية من الممنوع الحديث عنها، وبالتالي يأخذ المنع المعنى الاجتماعي إلى حد كبير في الوقت الذي يكون جوهره سياسياً بامتياز. ولكن هذه الهويات التي يبدو غير خطيرة في الأوقات العادية ويتم دفعها إلى التعبير عن نفسها عبر طرق ملتوية وعبر التقية بإخفائها عبر ادعاء هوية على غير حقيقتها، ما يحولها إلى حالة انفجارية وبالتالي إلى هويات قاتلة. إلى صحيفة التلغراف والتي نشرت تقريراً بعنوان أوكرانيا سوف تستعيد شبه جزيرة القرم إذا سمحنا لها بذلك. قال التقرير الذي ترجم لموقع بي بي سي إنه باستخدام الأسلحة المناسبة يمكن لأوكرانيا منع حدوث اختراق روسي كبير في أي مكان تقريباً في ساحة المعركة. أضاف أكثر من ذلك، يمكن لأوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم هذا العام، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يبدو أن كييف تقوم ببناء قوة مدرعة بحجم فرقة أو أكبر مستعدة لتكون بمثابة تشكيل اختراق للمرحلة الهجومية الرئيسية التالية من الحملة. توقع التقرير أن يستغرق الأمر شهرين على الأقل قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك. اعتبر الكاتب أنه من دون استعادة شبه جزيرة القرم يكاد يكون من المستحيل على أوكرانيا الفوز في هذه الحرب. إذا كنت ممن يعشقون يوماً أو عشقوا يوماً صوت ماجد سرحان وهو يقول هنا لندن صوت إذاعة الهيئة البريطانية، فإن ذلك الأمر أصبح مجرد ذكرى ولن يعود مجدداً، فقد كان يوم أمس هو الأخير في مسيرة واحدة من أهم وأبرز الإذاعات في العالم، وقد انطلقت الإذاعة باللغة العربية يوم أن كانت بريطانيا تفرض نفوذها على العديد من دول العالم بينها جنوب اليمن. توقفت هذه الإذاعة في وقت تعلن هذه الدولة انسحابها عن الاتحاد الأوروبي. نطالع من موقع البي بي سي. إذاعة بي بي سي نيوز عربي توقف بثها على الأثير وتحول بعض برامجها إلى المنصات الرقمية. تقول ليليان لاندر مديرة خدمات بي بي سي الإخبارية العالمية، إذاعة بي بي سي نيوز عربي تشكل أحد الفصول البارزة في تاريخ الخدمة العالمية كلها، وعلى مدى عقود اعتمد المستمعون في جميع أنحاء العالم العربي عليها من أجل صحافة عادلة وحيادية ومستقلة. أنا ممتنة لكل من لعب دورا في إرثها. تضيف، ستستمر بي بي سي نيوز عربي في خدمة جمهورها والتواصل معه لتقديم الصحافة الموثوقة التي تشتهر بها في المنطقة وخارجها. يقول محمد يحيى مدير محتوى الوسائط المتعددة في بي بي سي عربي، يقول من الضروري أن نطور محتوانا الصوتي والرقمي. أنا فخور للغاية بكل هؤلاء في الماضي والحاضر الذين أسهمت تقاريرهم وأفكارهم المؤثرة في استمرار إذاعة بي بي سي عربي وتميزها. تصور عالم خال من الأسلحة النووية. تحت هذا العنوان كتبت باتريشيا هاينز مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد. في العام 1963 ألقى الرئيس جون كيندي في حفل تخرج الجامعة الأمريكية ما اعتبر أهم خطاب لرئيس أمريكي، خطاب حول السلام مع الاتحاد السوفياتي. ولكن ماذا عن الروس؟ سأل الجميع، وأجاب كيندي: ماذا عنا؟ موقفنا تجاه السلام أساسي مثل موقفهم، ووفقاً للمؤرخ جيم دوغلاس فقد اخترقت استراتيجية جون كيندي للسلام دفاعات الحكومة السوفياتية بشكل أكثر فعالية مما كان يمكن أن يفعله أي صاروخ،
وتم ترويج خطاب كيندي في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي، وأدت دبلوماسيته وراء الكواليس مع خورتشوف إلى إزالة توتر الحرب الباردة وزرع بذرة عالم خال من الأسلحة النووية والحرب. وما تزال هذه البذرة تنتظر الإنبات، إذ تمكنت الولايات المتحدة مرة أخرى من استبدال قوتها النووية بسياسة خارجية إبداعية وخلاقة، والتواصل مع روسيا والصين بهدف تفكيك الأسلحة النووية وإنهاء الحرب. فإن الحياة على الأرض ستكون لها فرصة أكبر للبقاء. اتفق في العقد الاجتماعي بأن الغضب يسبب نتائج غير سوية، وأن الشخص الغضوب غير مرغوب فيه في المجتمعات المسالمة والهادئة والملتزمة بالقوانين التي تسير حياة المواطنين، حيث حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. يعنون موقع اندبندنت عربية: الغضب يضعف المناعة وقد يسبب الموت. وقال الموقع: وجد علماء النفس أن التعبير عن الغضب سواء الفردي أو العام هو أمر صحي إذا ما كان غضبا فرديا. يضيف: كبت الغضب قد يؤدي إلى مشكلات نفسية، ولكن الغضب المتكرر وشبه الدائم قد يؤدي أيضا إلى الإفراز المطول لهرمونات التوتر التي تدمر الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المرتبطة بالحكم والذاكرة القصيرة المدى، ويضعف جهاز المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض شديدة ويؤثر في القلب والشرايين. بعض أنواع موجات الغضب وتقلب المزاج الحاد يمكنها أن تؤدي إلى البارانويا وإيذاء النفس والانتحار، وقد ينشأ الغضب المفرط الشائع من مشكلات الثقة بالوالدين. في كل الأحوال لابد من الإشارة إلى أن السخط يؤدي إلى الموت وفق الأبحاث، فعندما نغضب تدخل مواد كيميائية مثل الأدرينالين والتسترون والأندروفين إلى مجرى الدم، ويزداد معدل ضربات القلب وتدفق الدم وتوتر العضلات، ونتيجة كل ذلك يتضرر الجهاز المناعي وكذلك نظام القلب والأوعية الدموية. في مشغله الواقع بمخيم عائدة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يعمل أكرم الوعرة على تحويل مخلفات قذائف وأسلحة استخدمها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء مخيمه، يحولها إلى أدوات زينة وحلي. القدس نشرت مجموعة من الصور نشاهدها معا في هذه الجولة. الآن إلى مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من كشك الصحافة. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.